اليوم رانا لو 25 لو 29 يوم 29 سبتمبر، يعني بعد 4 أيام إن شاء الله ننتج أول لقاح جزائري لكورونا. أول لقاح جزائري في قسنطينة مع صنع صيدل مع أصدقائنا الصينيين، يخرج أول لقاح جزائري هالجزائر. إذن فيه تقدم، فيه ناس اللي يقاسمونا هذا الطموح تاع البلاد باش نكونوا حقيقة قاطرة وما نبقاش مقطورة تعيين كان.